نقرر بما انه نحن عم نصور تحدي الاخ يعني او الاخوان للاخ خصيصا فلازم نلبس مثل بعض. فلما لبست هاي هو اجى وقال لي خليني البس الثاني مع انه الثاني قياسه تبع واحد بعمر وليد مرتين، بس انا قلت له ايه بما انه نحن عم نصور تحدي الاخوان لازم يكون ظريف ولطيفه قبل ما خليه يخسر بهذا التحدي. هاي الجيل كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بقلب خير. وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم، فيديو اليوم هو تحدي الاخوان مع اخي وليد. طبعا رح نعمل تحدي الاخوان. خليني تسالني اسئله. ليش اختنقت؟ ليش from نستنى فيديو اليوم هو تحدي الاخوان مع أنا معي أنا رح أسأله أسئلة أنا كتبتهم عني عن حياتي يعني، وهو رح بيجاوبه على كل جواب خطأ بيقوله يعني رح يتعاقب. العقاب هون الجزء الصعب، إنه هو رح يحط منتج من منتجات البنات على وشه. أول سؤال هو شو آخر مسلسل شفته؟ يعني مسلسل كامل حضرته كله للنهاية. أنا شو ما عرفني يعني بدك تعرف معنى اختك يعني أوكي. لازم تشوف انا عم شوف يعني بدي اقول شيء الصراحه اوكي انا ابدا ما اكون مع نور لو طلعني عشان شيء بضحك ثاني ليش ما بتكون معي انا طيب ليش ما بتعرف مش المفروض تعرف يعني اوكي ما تخلي واحد يدخل على اوضتك اوكي هذا اول شيء اوكي بس واحد يدخل على اوضتك اطلع على برا هذا ثاني شيء انا بقول هيك أبدأ. يا لئيم يا لئيم ثاني شيء انا بقول اطلع لبرا بتقولي اطلع لبرا وسكر الباب وراك لو ما في واحد سكر الباب وليتا وليتا سكر الباب سكر الباب رح يكون في عقاب جاهز يعني اوكي الجواب هو مسلسل وعد اخر مسلسل شفته كامل بس ما بعرف هذا المسلسل بما انه ما قدرت تجاوب على السؤال فافتح ايدك وخليني احط هذا الشيء بايدك شو هاد؟ اللي بدك اياه طيب خلينا نشوفه شو عم تعمل انت يلا حطه 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 ليش انا سويت هيك الفيديو معك؟ ماما نطلع عليهم مشان يشوفوك وانت عم بتحط يلا ليش ما جاوبت على السؤال؟ كان المفروض تحضر معي المسلسلات ما بتخليك ما بخليك يلا على القليل اسألني شو عم تحضري بدي احضره ما بيصير هيك لازم تحط على كل وشك شو طلع طيب طلع عليه مشان نشوف شو عم بتحس شو عم بتحس ايوه خليه دقيقة على وشك اوكي يلا روح اغسله روح اغسله روح اغسله يلا خلصني تاني سؤال شو اكتر نوع سيارة بحبه بكل العالم بتحب كثير سيارات نو في نوع انا كثير بحبه كثير شو هو يعني لازم تعرفه بصراحة رينج روفر صح رينج روفر كثير بحب هذا النوع كثير بحبه مبسوط ما ما تنبسط كثير السؤال الثالث كم مرة قصيت شعري بحياتي خمسة نو شو ما عرفني نحذر يعني يلا حطه على كل وشك هاي بدك تختلف تختلف توزيعه هذا المنتج بدك تحطه باصبعك على كل يلا خلصني على فكره الكاميرا ما فيها شحن الكاميرا ما فيها شحن بعدي هاي خليها بعدين بعدها يلا حطه كيف ما حطه لانه هذا ماسك بيجف بسرعه نو حطه على كل وشك وعلى شفايفك كمان يلا الكاميرا وما عم بيروح صح؟ أبداً بتعرف كأنك كان لازم أعمل يعني كنت عم خطط أعمل فيك مقلب إنه تحطه على وشك وخليك تستنى وبعدين تشيله كماسك ويعني ما ينشال ويصير وشك أحمر لتاني يوم وهيك يعني على أساس إنه هاد مقلب أنا هيك كنت عم فكر ما كان هيك تحدي يعني إخوان عم تمزح والله وأنت ما قدرت تستحمل رح بقلبك إنه كان هذا آخر شيء بحياتي شو؟ رح بقلبك مقلمك؟ مقلبك مش مقلمك لغتك العربية في الضياع يا عمي المكياج يعني تاتو بده يضل 6-7 ساعات على القليلة أو يوم كامل عم تمزح سوي سبسكرايب تحت في هذا الصندوق الأحمر أوكي لا تنسى تشوف الفيديوهات
ماضية. اوكي. بشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. بحبكم خيرات الله. بحبكم خيرات الله. بشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. يلا اعطيني بوسة. بتحبني؟ لا. الا بوم ليه؟ بحبك. كتير؟ لا. كتير قولي كتير. اوكي كتير. يلا باي. إلن باي. 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 باي.